نشوف فيديو كيف فينا نكون عم نعطي الاولاد العاب بتروقهم شوي، يعني يمكن بتلاقي بفصل الصيف الولد بيكون شوي اكثر هايبر، بقى كيف فيك تكوني عم تعطيه هالالعاب يلي بتخليه يرجع يروق؟ هالفيديو يلي رح نشوفه اليوم هي من بلوجر لبنانيه عايشه باستراليا، دائما بتبعث لنا فيديوز كثير مهضومين، بتصور اولادها باشياء اكيد اديوكيشنال وبتسلي بذات الوقت، كثير شبيه بالكونسبت يلي بنحطه دائما فن ات هوم. مس فرح لكن بعثت لنا هالفيديوز المهضومين. 10 العاب، اول شيء شفنا البلوينج بوبلز او البول دو سافون اللي بيعملوهم، ثاني شيء شفنا البلايدو او البات امودليه اللي بيحبوها كثير الاولاد، ستريس بول، الولد قد ايه بيحب انه يكون عم بيعمل الطابه للستريس، يمكن باعمار صغيره بنفكر نحن انه ما بيحب الولد او ما بتعني له، هي من الاكثر الاشياء اول شيء عم بتشغل الايدين وبذات الوقت كمان السنسوري اكثر تعتبر، فهي كمان من الاشياء يلي كثير حلوه 100% بين الميوسكل وبين النيرفز تبع الايد، يعني على الاثنين بتكون مهمه حقيقه. هون عم نشوف كيف عم بيقدروا يقلبوا. بلشنا نوسخ شوي. حطينا كمان الايتمز، بركي فيك تحطي مكعبات ثلج بمي او حتى بركي حبوب تخليهم يقلبون على الميله الثانيه، هون مثل سلايم، يعني هون ريسيبي قطعت هلا شيء كثير شبيه للسلايم يلي كمان الاولاد بحبوها ويلي كمان تعتبر من السنسوري اكتيفيتي، عجبتها كثير لرانيا هيدي. هون لاحظت الولد كيف عم بيحط بكرتونه البيض، عم بيحط هالحبوب اكيد بمفضل انها تكون كبيره ويكون الولد اندر سوبرفيجن، هون انه يكون في حدا حتى ما يحط شيء بتمه، صح. وهون فيك تكوني عم تمشي بالعد كمان انه يكونوا عم بيعدوا. الافكار سريعه كثير يلي عم تقطع، بس هن سريعه كثير بس بتستاهل انه نحن نتوقف عندها لانه كل لعبه لها عن جد افاده ومهضومه. هون اذا لاحظتي عملتي كمان ريسيبي ثانيه هلا بعطيكم اياها بركي لما يخلص الفيديو، بتعمل ثلج ثلج بالبيت، وهيدي هون كثير ناعمه، يعني في كثير اولاد بحبوا البات امودلي بس هيدي بعد على انعم، هلا بنعطي تفاصيلها كمان لهالريسيبي. وغيرها كمان هلا في اخر وحده من اهضم الاشياء يلي بتقطع لما تخلي الولد يفوت على البنوار ليتحمم ويكون عم بيعمل كمان البينتينج بذات الوقت، بركي بتكون فتره تسليه لإله، انما كمان قد ايه بحبوا انه يكونوا عم بيعملوا هالمسي اكتيفيتيز. لنعطي مسي اكتيفيتيز ايه حلو البيت يعني بمعنى اخر بس حددنا المكان. لنعطي سريعا السنودو او الروسات يلي حطيناها. ايوه هون ما يطلع بس مرات حدود البنوار حطينا بس بنوار، وفينا نكون حاطين مثل ورق التلزيق او الكلينك فيلم او ورق الشفاف اللي بيلزق دغري، وما بيوصفه ما بيوصفه ابدا عن جد. لا اعطيه كمان هلا الريسبي كثير سريعه تبع البات امودلي اللي حكينا عنها، فيكون عم بيحط الولد هون كبايه بيكنج سودا لكن البيكربونات او الكربونات، كبايه من الكربونات ونص كبايه كونديشن بلسم للشعر، بيخلطهم الولد وبتصير هيدي مثل نوع بات امودلي بيقدر يكون عم بيتسلى فيها. بس بدي اقول شغله عن البينوار او عن الرسم هيك على الحيطان، اذا حطينا هالكلين فيلم هيدا او حتى بقلب البينوار لانه رح يروحوا بالمي، ما هيك مش ما بيعذبوا ابدا لانه بدهم حف وكذا. لا لانه البانتشور هي ووتر بيست، هي يلي بتروح بالمي يلي بتتغسل ونون توكسيك وبدها تكون اكيد سيف للاولاد. بس بيقدروا يقعدوا ساعه يعني بسهوله وبتزر بيهم محل واحد، وفينا نحط شويه مي هيك كمان بنكون عم بطبسوا بذات الوقت ببوردو وبنودي على الصيفيه. خلصت هون. من اجمل الافكار، ميرسي اكيد بنرجع بنقلها لمس فرح، مهضومين هالافكار بيسلوا واكيد بيكون الولد بيريدنا نشوفك عنا كمان مس فرح. من هالافكار بننتقل للابلكيشن. الابلكيشن